بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 79 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من أوروبا بريطانيا، وباعثة الرسالة إحدى المسلمات من هناك ذكرت عنوانها بالإنجليزية وخطها من خطوط أهل المغرب العربي كما تعودنا في هذا البرنامج. على أي حال، لها عدد من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: لقد واجهتني عدة مسائل وأرجو معرفة الحكم الشرعي بخصوصها. ثم تقول: هل المعتمرة أو الحاجة لا تتزين بالذهب أو الحلي عند تأديتها مناسك الحج أو العمرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المسلمة لا يجوز لها إظهار الزينة عندما تخرج إلى الرجال أو تكون بحضرة رجال غير محارم لها، لا في الحج ولا في غيره. الواجب عليها إذا كان عليها حلي أن تستره عن الرجال بثوبها أو بما معها من أنواع الستر. والمحرمة وغيرها سواء، لبس الحلي لبس الذهب لا يخل بالإحرام، ولكن عليها أن تستره عن الرجال الذين ليسوا محارم لها، لأن إظهارها للزينة يسبب الفتنة ويجلب الأنظار إليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا هذا السؤال وهي هناك حيث ذكرت عنوانها، لعل الشيخ صالح إضافة أيضا. نعم. ذكرت هذا السؤال. نعم. وذكرت ما يتعلق بالحلي، وهي التي تعيش فيها تلك الديار ومعظم أهاليها من غير المسلمين، لعل الشيخ صالح إضافة. على كل حال، عليها بتقوى الله عز وجل والتمسك بدينها، وإذا تيسر أن تأتي إلى بلاد المسلمين وتعيش مع المسلمين فهذا أمر واجب عليها، لأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أمر واجب وباق إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وإذا كانت لا تستطيع الهجرة فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتمسك بدينها، وأن تحافظ على صلاتها، وأن تحافظ على عفتها وكرامتها، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي الساتر الذي يصونها ويبعد عنها أنظار الطامعين من أهل الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سؤال آخر شيخ صالح: هل المرأة يحق لها أن تضع الحناء على رأسها في نهار رمضان أو لا يجوز؟ لا بأس بذلك، لا بأس على الصائمة أن تضع الحنة على رأسها أو في يديها أو في رجليها، هذا لا يؤثر على صيامها. نعم. هل توجهون إلى شيء آخر شيخ صالح، ولا سيما وذكرتم الحنة على اليدين أو الرجلين؟ نعم، أي تستعمل الحنة. نعم. لأنه فيه فوائد. طيب. للمرأة، ولكن كما ذكرنا في السؤال الذي قبله. نعم. عليها أن تستر ذلك عن الرجال. طيب. وأن لا تبدي كفيها أو رجليها بحضرة رجال غير محارم له. نعم. زادكم الله من علمه وتوفيقه. تسأل أيضا تقول: كم يجب علي من تأدية العمرة مرات حتى تساوي حجة؟ العمرة مشروعة في كل وقت، وفيها فضل عظيم من
تيسرت له. قد جاء في الحديث أن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال صلى الله عليه وسلم تعدل حجة معي. فالعمرة في رمضان تمتاز على العمرة في غيره من الأشهر، وإن كانت السنة كلها وقت للعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، يقول صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن، يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، وإلى أن قال والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فمتابعة العمرة والإكثار من العمرة فيه فضل عظيم. وليس هناك تحديد بأن عدد كذا من العمر تعادل الحج، هذا لم يرد إلا ما ذكرنا في رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا. من أدى العمرة في رمضان فكانت كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفهم من هذا أن فريضة الحج تسقط عمن اعتمر في رمضان؟ لا، ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود بيان أجر العمرة في رمضان، وهي لا تغني عن حجة الإسلام، لا تغني العمرة في رمضان عن حجة الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هل يحق لنا تبليل الكفن للميت بماء زمزم الذي أتينا به من البقاع المقدسة؟ ليس لهذا أصل، ليس لتبليل الكفن بماء زمزم أصل، وإنما هذا شيء في نفوس بعض العوام. الذي ينبغي أن الكفن يطيب، أن الكفن يطيب بالبخور أو بالطيب، هذا هو المشروع. نعم. بمناسبة تطيب الكفن شيخ صالح، هل يستوي في ذلك النساء والرجال أما التطيب خاص بالرجال فقط؟ يستوي في ذلك الجميع ما شاء الله، لأن أحكام الجنائز لا تختلف في حق الرجال وفي حق النساء. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لنا أكل لحم الحصان؟ نعم. هل يجوز لنا أكل لحم الحصان؟ هكذا تسأل. نعم. قبل الإجابة عن هذا نقول إن أحكام الجنائز لا تختلف في حق الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على الاختلاف فيه، بأن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وأما الرجل فيكفن في ثلاثة أثواب. وأما لحم الحصان فهذا محل خلاف بين العلماء في لحوم الخيل، هل تحل أو لا تحل؟ والذي عليه الدليل أنها حلال، بدليل حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هل يحق لنا تأدية العمرة في مكان الأب أو الأخ لأم أو الزوج أو أي قريب من الأقارب، هل يحق لنا أن نؤدي العمرة في مكانهم؟ إن كان القصد أنها تنوب عن القريب وتؤدي العمرة على نية أن الأجر له وتنوب عنه في ذلك فلا بأس. الحمد لله. يجوز للمسلم أن ينوب عن أخيه المسلم في أداء الحج أو في أداء العمرة، لكن بشرط أن يكون هو قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام أو حج عن نفسه حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبره. نعم. جزاكم الله خيرا. من لم يصلي في حياته تقول هل يجوز أن نحج أو أن نعتمر عنه؟ من ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فليس بمسلم، فلا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له ولا الحج عنه ولا تصدق عنه، ولا ينفعه ذلك لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه
إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، فمن مات وهو تارك للصلاة فإنه يعتبر كافرا، لا تجرى عليه أحكام المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم من تتزوج بكافر، وماذا يجب عليها أن تفعل لكي يغفر الله لها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر، ولا يصح النكاح. نكاح باطل وزنا، لأنه بغير عقد شرعي. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز لمسلمة أن تزوج بكافر مطلقة، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، وإن تزوجت فنكاحها باطل ووطؤه لها زنا، ومن استحل ذلك فهو كافر بالله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. من فعلت ذلك تسأل شيخ صالح ماذا عليها؟ إذا فعلت هذا عن جهل وعن غير تعمد، فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر، ولا تستمر مع هذا الكافر. يجب عليها الابتعاد عنه ومفارقته، لأنه ليس زوجا لها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة مستمع يقول: أنا ميم من إحدى الدول العربية، عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: ما حكم الاختلاط في مناسبة الأعراس النساء والرجال، وبعض الناس يرقصون واللبس قصير، افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الاختلاط بين الرجال والنساء في الأعراس وفي غيرها أمر محرم ومنكر ظاهر، لما في ذلك من الفتنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير النساء وإبعادهن عن الرجال في الصلاة إذا كنا يصلين مع المسلمين في المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: أخرهن من حيث أخرهن الله. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الرجال، وصلت امرأة خلفهم وحدها خلف الصف. فإذا كان هذا في مجال العبادة وفي أمكنة العبادة التي هي موطن العبادة ومظنة الخوف من الله عز وجل، فكيف بمواطن اللعب ومواطن الضياع والحفلات؟ الأمر في هذا أشد. فلا يجوز اختلاط الرجال مع النساء، لا في الحفلات الأعراس أو في غيرها، ولا في المكاتب، ولا في الأسواق، ولا في غير ذلك، بل تكون النساء منعزلات عن الرجال تماما من أجل الابتعاد عن أسباب الفتنة. وأما ما ذكرت من الرقص، فالرجال لا يجوز لهم الرقص حتى ولو كانوا وحدهم بمناسبة الزواج، وإنما هذا خاص بالنساء، والنساء يرقصن في مكان لا يراهن الرجال، في مكان خاص بالنساء، ويكون متسترات أيضا، لا يلبسن القصير الذي تبدو منه أجسامهن أو محل الفتنة من أجسامهن، حتى ولا بين النساء. عليها أن تلبس لباسا محتشما لباسا ساترا، إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء كالرجلين والكفين والوجه والشعر، هذا شعر الرأس، فهذا يجوز كشفه عند النساء وعند المحارم من الرجال. أما ما عدا ذلك فيجب ستره في الأعراس وفي غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال قريب من السؤال الأول لكن لعل لكم إضافة شيخ صالح، يقول: بعض المناسبات تجد فيها الرجال والنساء يجلسون في مكان واحد، والرجال أجانب والنساء كذلك، هل يجوز هذا؟ وهل تجوز أيضا مصافحة النساء؟ وجهوا لنا نصيحة واضحة حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. هذا أمر لا يجوز للمسلمين أن يختلط بجانب
الرجال مع النساء التي لسنا من محارمهم لا في مجالس ولا في غيرها. الواجب أن تكون النساء جالسات على حدة ومتسكرات، وأن يكون الرجال على حدة. أما اختلاطهم وجلوس المرأة إلى جانب رجل أجنبي منها فهذا أمر لا يجوز، أو جلوسها في ناحية من المجلس وهي غير متسترة فهذا أيضا أمر لا يجوز. فالواجب الحجاب والتستر، والواجب أن لا يختلط الرجال مع النساء، والمصافحة حرام بين الرجل والمرأة التي لا تحل له، لأنها سبب للفتنة. وإن فعلها الكفار أو الذين يقلدون الكفار فلا عبرة بهم، القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا تمس يده يد امرأة لا تحل له حتى في البيعة، فكان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا الشخص يحلف بغير الله، يحلف بالأولياء والشيوخ، ويجوز معالجة الأمراض بالشيوخ وبالقرآن والعزيمة وبعض كتابة الحجر، افتونا في هذه القضايا جزاكم الله خيرا. هذه أمور فيها تفصيل. طيب. فذكرت عن هذا الرجل، نعم، هذا المستمع يسأل ويقول: عندما الشخص يحلف بغير الله، هذا مسألة الحلف بغير الله أمر محرم. طيب. وشرك، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. وأما المسألة الاستشفاء بالمشايخ، فإن كان القصد من ذلك أن المشايخ أهل عقيدة وأهل دين ويقرؤون على المصاب وعلى المريض من كتاب الله ومن الأدعية المباحة، فهذه رقية شرعية. وإن كان القصد أنهم يستشفون بالمشايخ بمعنى يتبركون بهم ويعتقدون أن فيهم الشفاء، فهذا شرك بالله عز وجل، واعتقاد بهؤلاء المخلوقين أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وهذا شرك أكبر. فالمشايخ لا ولا غير المشايخ، كل مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله عز وجل. وأما أنهم يكتبون الحجب فهذا فيه تفصيل، إن كانت هذه الحجب من القرآن ومن الأدعية المباحة فهذه موضع خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تجوز، لأنها وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز من الشركيات والبدعيات والخرافات. فتح المجال في هذا يسبب شرا، والدين جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك وإلى البدع. هذا هو الصحيح، أن الحجب وإن كانت من القرآن وإن كانت من الأدعية فإنه لا تجوز كتابتها وتعليقها، وإنما يكتفى بالرقية الشرعية التي هي القراءة على المريض مباشرة والنفس عليه مباشرة من القارئ، أو كتابة قرآن في على أشياء طاهرة ثم تغسل ويشرب غسالتها. هذا أيضا أجازه بعض الأئمة، لأنه داخل في الرقية وداخل في الاستشفاء بالقرآن ولا محذور فيه. وأما كتابتها على أنها خروج وحجب تعلق، الصحيح أنها ممنوعة وإن كانت من القرآن. أما إن كانت هذه الحجب وهذه الحروز من الألفاظ الشركية والاستغاثة بالشياطين، أو من الطلاسم والحروف المقطعة التي لا يفهم معناها، فهذه ممنوعة بالإجماع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: أهلي لا يصلون، أنا كلمتهم مرارا ونصحت لهم ولكن بدون جدوى، وأشرح لهم وبدون فائدة، افتوني في قضية هذه، ماذا أفعل بعد ذلك؟ جزاكم الله خيرا، وهل أبقى معهم؟ إن كان يقصد بأهل زوجته أنها لا تصلي وأبت أن تصلي، فالواجب عليه مفارقتها، لأنها كافرة إذا أصرت على ترك الصلاة فإنها كافرة، ولا يجوز
للمسلم أن يمسك بامرأة كافرة، قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أما إن كان يقصد بأهله مثلا أبوه أو أمه أو إخوانه الذين يسكن معهم في بيت واحد، فهؤلاء يأمرهم بالصلاة ويعظهم ويذكرهم، فإن صلوا الحمد لله، وإن استمروا على ترك الصلاة وله قدرة على مفارقتهم والسكن منعزلا عنهم وجب عليه ذلك، ولا يجوز البقاء معهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن عدد الركعات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفروض الخمسة وبعدها، ويذكر بالذات الصبح ويركز على الوتر، جزاكم الله خيرا. الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الفرائض وبعدها 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، هذا الأفضل. وإن صلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها فلا بأس بذلك. وأما العصر فلا راتبة لها قبلها ولا بعدها، لكن من صلى قبلها تنفلا مطلقا فهذا عمل طيب. أما بعدها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 2 ركعات، وأمر بالصلاة قبل المغرب بعد غروب الشمس وبعد الأذان المغرب، أمر بالصلاة صلاة النافلة، فقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وأما صلاة العشاء فيصلى بعدها 2 ركعات راتبة، وأما الفجر فيصلي قبلها 2 ركعات إذا طلع الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب في بيته، كان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب في بيته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا نعم. وأما الوتر كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يتركه سفرا ولا حضرا، وكذلك راتبة الفجر كان صلى الله عليه وسلم لا يتركها سفرا ولا حضرا. أما بقية الرواتب مع الصلوات فإنه كان إذا سافر وأثر الصلاة كان يترك هذه الرواتب ويقتصر على الفريضة مقصورة. والوتر سنة مؤكدة، وينبغي أن يكون في ختام قيام الليل، إذا كان له قيام من الليل يعتاده فإنه يجعل الوتر في آخره، وإن كان ليس له قيام من الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. أقل للوتر 1 ركعة وأدنى الكمال 3، يصلي 2 ركعات وهما الشفع ثم يوتر بواحدة، هذا أقل الكمال في الوتر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا من ينبع البحر تقول أمة الله لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معنا لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر، ما معنى العدوى هنا؟ وهل معنى هذا ألا نبتعد عن الأمراض المعدية؟ وكيف نقارن بينها وبين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بألا ندخل في البلد التي فيها الطاعون؟ وهل قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، هل يتناقض هذا الحديث مع ما سبقه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. العدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص بسبب المخالطة والقرب من المصاب، والعدوى واقعة ومعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر إنما يقصد العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، أنهم يعتقدون أن المرض يعدي بطبيعته بدون إذن الله سبحانه وتعالى، هذا اعتقاد الجاهلية. أما إذا اعتقد أن حصول العدوى وانتقال المرض من الله، إن شاء انتقل وأصاب السليم وإن شاء سبحانه وتعالى لم ينتقل، فهذا اعتقاد صحيح. فالمخالطة المصاب سبب من أسباب العدوى، لكن الأمر بيد الله عز وجل، إن شاء حصل هذا وإن شاء لم يحصل، الإنسان يتوكل على الله عز وجل.
وأما أمره صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجلوب وأمره بعدم الدخول نهيه عن الدخول في البلد الذي فيه الطاعون فهذا من تجنب أسباب الخطر. نحن مأمورون بتجنب أسباب الخطر لأن القدوم على بلد فيها وباء سبب للخطر والإصابة وكذلك مخالطة المجلوب سبب للإصابة. نحن نتجنب الأسباب التي قد ينشأ عنها بإذن الله آثار سيئة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى.